خلص روح انت. رفيف شو عم تعملي هون؟ أنا محامية عدنان. محامية عدنان؟ بحق لي قبل موكلي قبل ما تستجوبه مزبوط؟ طبعاً. تفضل سيد عدنان، فيك تقعد. انت المحامية اللي خلصت فتون؟ مزبوط، انا كنت موجودة بدل المحامية اللي انت عينت لها يالا حتى تبقى جوا السجن بشي هي ما عملته وقتها، وانا هلأ محاميتك. ليش؟ انا ما وكلتك ولا طلبت منك. ما في داعي لهالشي، رح تسكت وتعمل يلي بقلك عليه هلأ، ولازم تعرف إنه المحامي تبعك ما رح يقدر يفيدك. وليش؟ مينك أنتي؟ خلينا نقول أنا رفيقة واحد ما بده إياك تتعاقب على جريمتك. لهيك لا تخالف تعليماتي وإلا رح نحكي كل شي. أنت قتلت رجب وفوتون خانه ما اعتدوا عليها رجالك، وانت غصبتن يعطوا افاده كاذبه وقتلت واحد منن. ملفك كبير ما هيك؟ انت هيك رح تضل طول العمر بالسجن. ما بعرف اذا فهمت علي. ما بقي لي شغل هون ابدا، انا رايحه على البيت. خلينا نروح معه، ما رح نستفاد شيء اذا استنينا هيك. فتون امشي نرجع كلنا، اللي عم تقوله امينه مزبوط ولازم نمشي. انا ما بدي امشي، لازم اطلع بوش عدنان وحط عيني بعينه لهالمجرم. ايه وهلا شو رح يصير؟ حتى لو هربت من القانون عائلتك هي اللي رح تخبر عنك، يعني هيك ولا هيك رح تتعاقب عشية اللي انت عملته. المعنى الحرفي لوضعك هو انك انحصرت. انت كيف صرتي محامية؟ مين بعتك لعندي؟ هدوليك ما؟ مين هدوليك؟ خلصتوا مقابلة؟ خلصنا. يا ابني تعال خد عدنان لجوا. وانتي ما بدك تفهميني شو عم بيصير؟ الموكل اسراره مقدسة، بس ما تخاف من شي، العدالة لسه موجودة.
رفيف خانو؟ مرحبا. شو عم تعملي هون انت؟ بدنا نحقق العدالة يا فتون خانو، لا تشغلي بالك بخاطرك. ماما شو في هاد اخي عدنان عم يزعجني مرة تانية؟ تعالي احكي معه، اخذ لي طابتي الجديدة وما عم يرجعها. مين اللي عم يزعجك ولا؟ هاي الطابة طابتي، امي لا تردي عليها تكذاب. هو نعنوع كتير وبيضل ينق، وهي الطابة الي وانا جبتها بمصرياتي. خالتي خليني ساعدك. لا حدا يقرب علي. فتون خانو؟ تسمح لي شوفه؟ أنا ما بنصحك بهالشي. بدي شوفه ضروري، لو سمحت. طيب افتح. انت بتعرف مزبوط يا عدنان مين موتت؟ ها؟ انت قتلت ابو مايا وعايدة وجواد وبلال ويتمتن. انت اللي قتلته هو اخوك ملك، احترق قلبه على اخوه، كان سندي الوحيد بهالدنيا. موتت كل شي حلو عشته وحلمته. انت قتلت مستقبلنا كلنا ببرود، وما بدي اسألك ليش، بس أنا في عندي فضول يا عدنان. بعد ما قتلته كيف كنت عم تاكل وتنام؟ ما ندمت بنوب على عملتك؟ قدرية خانم كيف كنت تبوسها؟ كيف كنت تقدر تطلع بوشنا؟ يا ترى بكيت؟ عن جد قدرت تبكي وتدمع؟ كل دموعك كانت مزيفة لما قلت أخيرا محاله بالمي وانتحر، ليش ما عم تبكي هلأ؟ بس شي مرة جرب تبكي وانت ندمان. بس عن جد يكون هالحكي عدنان. يلا مثل ما بكيتني ألف مرة بدل دموع دم، شي مرة انت ابكي، ابكي شي مرة عدنان، ابكي. يلا يلا لو سمحتي ابكي. يلا عدنان ابكي، يا عدنان ابكي بس مرة واحدة، ابكي عن جد وانت ندمان من قلبك، ابكي. أنا كل يوم عم موت ومراد مات مرة واحدة بس. أنا كل يوم عم موت يا أمي. أنا قابيل وهو هابيل، أنا شرير وغيور وأخ حاقد وهو يوسف يلي رمى بالبير. أنا كل يوم كنت عم موت. ماشي منتظاركم. الخطوة الأولى تمام،
عدنان عرف منيح انه علق بين ايدينا. رفيف حكت له عن التهم اللي ارتكبها وفهمته شو ممكن نعمل، واذا ما مشي بالاتفاقيه هو صار بيعرف منيح انه رح يقضي الباقي من عمره بالحبوس. اصلا رفيف جاي، واول ما بتوصل رح تشرح لك التفاصيل. مرت عمي بكفي، خلاص يا عمي، مو انت اللي بتصبرينا، يا ريت اقدر اسحب الوجع منك واخده، يا ريت اقدر اخذ حرقة قلبك وحطها بقلبي انا بدالك يا عمي. فراد، أنا ما عاد قدراني أتحمل، بدي أعرف ليش عمل فينا هيك كل هالأيام. عدنان قد ما كان قاسي وقد ما كان حقود وما بيحب الخير، الإنسان ما بيوصل لمرحلة يقتل أخوه. أنا لازم شوفه وأسأله بنفسي، لازم شوفه. وشو متوقع إنه يقلك؟ حتى لو ما حكى شيء أبداً، إذا ما سألته رح تضل حرقة بقلبي طول عمري. أنت عم تفهمني؟ ساعدني فراد، بدي افهم شو صار، انت بس ساعدني هالمرة. طيب يلا خلينا نجرب حظنا ركبي. نيبال؟ لا تخافي، ما رح يصيبك شيء. نيبال! نيبال! ابني! لاك! وقف ولاد! وقف! بلال وينك لهلا؟ رح موت من القلق. شو في نيبال؟ رح اترككم لحالكم. بعرف شو جايين تسألوا، لهيك وفروا كلامكم. كيف عملت هيك عدنان؟ ما لازم تسألني كيف، لازم تسألني لشو. لذكرك بهالزمانات أنا خبرتك شغلي،
انت شخص منيح وانا شرير، انت بتمشي دغري وانا بعكسك تماما. مراد لانه فضل يعيش مع فتون اعطاني ابنه بلال بايده وترك لي اياه الي. بس مراد طيب وانا الشرير مزبوط. انا اعطيت بلال لنارين يلي ما بتجيب اولاد وعملتها ام مثل ما بتتمنى، وانت يلي بعدتها على الموت. مع هيك انت طيب وانا مجرم مزبوط. ليش سكتت فرات افندي؟ شو ما عم يطلع الحكي معك؟ يلا ما علينا، المهم مراد اجا وقف بوشي بيوم وقال لي انه بده ياخد بلال مني وكان مديون وما في معه مصاري. يا ريت يا ريت قلت له خده، ما كنت صرت هلأ قاتل اخي. بس من شان مين انا صرت مجرم وقاتل كمان؟ كرمال مين؟ ها؟ وحتى انت كرمال فتون عملت العجب. بس بقصة اختك مع السيد بلال ضليت ساكت، مو بس سكتت، فوق هيك انت ما جبت اي سيرة للمنزع عن القصة بنوب. ايه انا مذنب ومرتكب جريمة كبيرة وبشعة كمان. امي حملت سلاح بوشي اليوم وكانت ناوية انها تقتلني، ولعنت هداك اليوم يلي ولدتني فيه. انت نارين الام المسكينة عطول، وانت فرات المحترم وابن الاصول. بس عدنان، عدنان هو الرجال الحقير والوسخ والواطي والملعون، الله ينتقم منه ولا يوجه له الخير ويريحكم كلكم منه ومن عمايله الوسخة. بس انتو كلكم ناس طيبين ومحترمين واكابر، وانا الواطي بيناتكم. ايه انا واحد وسخ وما فيني شرف بنوب، شو عليه؟ بس انا واضح وصريح كتير كمان، بس انتو مخبيين بتيابكم. مين يلي بنخاف منه اكتر هلأ؟ واليوم جايين بكل بساطة توقفوا بوشي وتحاسبوني لأني قتلت أخي وخبيت القصة. نارين وانت كمان، مدام الشغلة وصلت لهون بالمحكمة أنا راح أحكي كل شي صار بالتفصيل وأكشف كل الكذب. راح أقول إنه بلال هو ابنه لفتون بالحقيقة. يلا لنشوف من هلأ أنا ومن بعد الطوفان. شبحك معقول توصل فيك لهالدرجة؟ صرت بدك تاخد بلال من بين ايدي هلأ؟ من شان ما تزعلي وما حدا ياخده منك، انا صرت مجرم وقاتل اخي وعملت كل هديك العمايل الوسخة. مو انتو اليوم اتعذبتوا وجيتوا لعندي بس لتسألوني كيف بعمل هيك؟ ما عاد في عندي كلام، يلا والله معكم. بيكفي هيك بقى، يلا. طبعا، ومثل ما خبرتك انا رح احضر دفاع للمحكمه ورح العب بالادله الموجوده هنيك. عدنان لازم يضل برات السجن. خلص أختي طولي بالك بقى. كيف بدي طول بالي يا فرات؟
قال رح يحكي ورح يفتح كل شيء، يعني هو بده يقله لبلال وأنا هيك بخسر ابني، كيف بدك يعني طول بالي؟ نارين ما رح يصير هيك شيء، كل يلي قاله عدنان لأنه مقهور كتير، هلا هو مثل العلقان بالزاوية ومانو عرفان كيف ومين بده يهاجم، فهمتي علي؟ يا فرات أنا شفته، بعرف تطليعة عيونه بس يحكي ويقرر أي شيء كبير، قال إنه هو احترق ورح يحرقنا معه. اسمعيني نارين، بعد كل شيء اللي صار ما رح يوقف بوش خالته ويعمل مثل هيك حملة. هلا هو عم يحاول إنه يحرق قلبنا على قد ما بيقدر، لا تخافي منه بنوب. اوعك تصدقي يلي قاله، ما رح يصير هيك شيء أبدا، عدنان ما رح يخبر أي حدا أختي. خلص أنت اهدي هلا. يلا شدي حالك شوي، لازم نفوت وتكوني قوية. عدنان رح يتعاقب وما رح يسحب حدا وراه لو شو ما سوا. يلا امشي. انت قتلت كل الناس الموجودين يا عدنان، خالي قدرية، نارين، قضيت عليهم بإيدك. شو ما بدك تحكي عدنان بيك؟ أنا رح أدخل على السجن وانت رح تصير تجهز الهدايا والشوكولا وتروح لعنا مشان تخطب، ما هيك لؤي؟ كيف ما كان ما عاد في عدنان، 3 سنين وبجوز 5 وبجوز 10، ها؟ حتى لو انا ما وافقت امي يلي كانت رح تقتلني ما رح تسمعني بالمرة، يعني انا هلأ صرت زلمي كلامي ما بيسوى ليرة، بس للصراحة انتو لازم هلأ تخافوا مني لأنه أنا ما ضل عندي شي بينزعل عليه أبداً. أنت عسكري وبتعرف لازم ينخاف من الشخص اللي ما عنده شي يخاف عليه. خافوا من اللي رح أعمله، خافوا. لؤي، نحن هلأ لحتى بلشنا. لازم تخافوا مني، لازم، كلكم لازم تخافوا. شو اللي صار؟ لهلأ ما عم صدق. انتي شو عم تقولي؟ عائشة مرحبا. تعرفي شي وينه بلال؟ بعرف انه هو طلع يتمشى بس يعني لوين راح ما بتعرفي؟ لا ما بعرف. مو مشكلة، بس هو وعدني انه ما بده يعمل شي. شكراً عائشة. وينك بلال لهلا؟
ألو قاسم، وينك أنت؟ إيه تعال بقى، لا تتأخر، بدنا نروح. قاسم شو دخلك؟ قد ما كانت الساعة أنت تعالوا خلاص يلا. حتى لو الليل بنصه ولا بآخره، أنا صبرت كتير على هالظلم وهلأ صار وقت الحساب بقى. طالعة بتجنني يا تسنين، بتجنني. كنت عم قول ما في هم مثل هم الأولاد بالدنيا، ولهلا عم قول هيك، بس كل هذا العذاب أنا كيف بدي أتحمله يا ربي؟ واحد من أولادي طلع قاتل وقتل أخوه، وهلا صار بالسجن، والتاني بالقبر، أنا كيف بدي أقدر أعيش وأتنفس يا ربي؟ كيف بدي آكل وكيف بدي أشرب وكيف بدها تشوف عيوني النوم؟ كيف وكل ما غمضت عيوني بتذكر كل شي صار فينا؟ ما عاد أقدر يا ربي. يا أمي روقي كرمالي شوي، شوفي أنا هون جنبك وأمينة جنبك وفتون جنبك، كلنا ما منتركك أبدا. بجوز هلأ هالوجع ما يخلص، بس الله رح يعوضك بالأحسن أنت، بس خليكي قوية أمي. آه يا ملاك، بين كل هالوحوش أنت الوحيدة الطاهرة والبريئة والنظيفة، بس هالوجع ما رح يخليني أرجع واقف على رجلي يا بنتي. بكل نفس عم حس كأنه سكين عم تغز بصدري وتقطع لي قلبي شاف شاف. رح أزور جوزي. يلا يا قاسم. جوز مين يا بنت؟ شو بدك تقولي له؟ بعدين شو هاللبسة اللي لابستي هاد؟ طالعة حلوة ما هيك؟ لا تطلع هيك، شغل السيارة وخلينا نروح نقضي زيارتنا. شو سبب الزيارة؟ مشان دفعوا تمن اللي عملوا فيني، صار وقت الحساب. يلا لا تضيع الوقت. انت واحدة فظيعة وبتخوفي. ماما خلينا نروح من هون. ايه ماما لو سمحتي خلينا نروح من هون. من يوم يلي اجينا ما مر علينا نهار منيح، انا ضليت واقفة معك على طول وكنت قلك خلينا نبقى، بس بعد كل شي صار واللي شفته ما عاد بدي ابقى ولا دقيقة واحدة هون. خلينا نشوف عدنان عم يدخل على السجن، بعدين منبيع بستان الفستق ومنروح من هون. ماما انت كمان ما عاد تتحملي اكتر من هيك. جمال بيك ممكن يساعدنا بهي القصة، ملكي منفتح محل ورد او منعمل اي شي، بس العيشة هون بالنسبة إلنا انتهت، وهلأ مايا رح تصير بالجامعة ورح نكون مجبورين انه نروح من هون. نبدأ حياتنا من أول وجديد، منساعد بعضنا لنرجع مثل ما كنا. أنا دائما كان عندي أمل بتعرفي، ولهيك كنت بدي أبقى هون ماما، بس يوم بعد يوم هذا الأمل راح وبعرف إني ما عاد شوفه لبابا مرة تانية. أمي لسه رجلك عم توجعك؟ اسمعي لما كان يوجعني شي كنتي تبوسي، خليني بوس محل الوجع بركي بتطيب رجلك. يا حبيبي يلا خلينا نترك الماما شوي من شان ترتاح، وبعدين شوف تأخر الوقت ولازم نحنا كمان ننام. لا بدي ابقى عند الماما اليوم، بس في حكايات حلوة كتير بدي احكي لك ياها. يلا 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 روح مع اخواتك حبيبي، تعال عندي تعال.
بس 5 دقايق وبجي. مساء الخير حضرة الضابط. خير تسنيم خانو. بدي شوف جوزي بعد إذنك. محمد تعال. أمرك سيدي. خده لعند عدنان تشوفه، بس 5 دقايق مو أكتر. بأمرك سيدي. جاي عم تورجيني حالك ولك؟ ها؟ ما قدرت تمسك لسانك وما قدرت تخبي يلي بتعرفي عني؟ بس معلش استنوا، استنوا علي، بيجي يوم وبطلع من هون وبنتحاسب، وراح يكون حسابك معي عصير وما راح ارحمك يا تسنيم. بدي كسر راسك اللي مفكرة انه في مخ عم يشتغل وعقل عم يفكر. استني علي. بس ما في شيء انا عملت لك يا اغا، ولو سمعتني ورديت علي بحياتك ما وصلت لهون. مو قلت لك بيوم ضربني قد ما بدك وعذبني، خليك لاحقني وكل شي بدك اياه اعمله، بس انا مو عدوتك الحقيقية، وهلا انت موجود هون مو بسببي انا. شوف مين اللي كان عم يلاحقك وهو اللي حطك بالسجن. يا ترى كم سنة بدهم يحبسوك لانك قتلت اخوك؟ يا ريتهم كمان يعاقبوك لانك قتلت بنتي بزمانك. مين ما كان اللي جابك عالسجن الله يعطيه الصحة. قولي تسنيم، قولي قولي، شوف جوات قلبك، هاي فرصتك لحتى تطلعي لبرا اليوم. خدي راحتك واحكي على كيفك هلا، اصلا ما حدا شايفك. شوفي كيف منظرك، طالعه وعامله حالك مثل القرود. ايه مزبوط هالكلام. تذكرتوا لهالفستان؟ فتوني اللي عطتني اياه، واليوم لبست لك اياه على شرفك. ولك يا واطي، انا ما شبعت لك عينك؟ اشلحي لهاد. اغا بدك تشقه؟ ايه بدي شقه، بدي شقه. مرتعبين؟ شو عم تعمل؟ خلص اهدى. عبيك احسي موتكم كلكم. شو؟ لا تتدخلوا. ما في شي ما عملته فيني، لا بقلي مو هيك؟ ولك تسنيم، بالاخير رح اطلع من هون، ووقتها رح طالع روحك. الى وقتها منشوف شو بده يصير، بس هلا انت جوا وانا اللي برا، ونبال هلا بايدي. ما بعرف إذا فهمت علي. وهلأ أنت ما رح تشوف ابنك لما بيخلق، ما رح تحمله بإيديك ولا تشوفه عم يمشي ولا رح تسمع حكيه، ما رح تقول هاد ابني وتلف فيه وتدور وتشوف حالك. بس لما يعرف إنه أبوه واحد مجرم وقاتل، ما بعرف إذا كان بيقبل فيك. ولك تسنيم، خرسي ولا عاد تهدديني بقى. ديري بالك إنه يخطر لك تقربي على ابني ونبال. أنا شفقانة عليك هلأ. انتهت الزيارة وأنا كمان حابة أطلع. إيه آغا، أنت هلأ حاول ترتب أفكارك منيح، أصلاً رح يكون عندك وقت طويل. ولك إذا ما حسبتكن واحد ورا التاني ودفعتكن التمن، ما بكون أنا عدنان. احمدي ربك يا تسليم، احمدي ربك إنه أنا هون وماني برا. بس اطلع من هالمكان بورجيكن، رح حاسبكن كلكن وما رح أرحم حدا. كل شي دواتوني يا رح تندموا عليه. تسليم تسليم لا تسليم. شو قلتي له؟ ولا شي، قلت له بتستاهل، يلا نمشي. بنتي تفضل. خليكي مرتاحة، خليكي عادي. جواد وينه هلأ؟ راح ينام مع أخواته. أنت كيفك؟ ما عاد حسيت بأي شيء أبداً يا فتون، أنا قلبي احترق ومات خلاص. بس ما عاد همي حالي هلأ، همي انتو يلي عشتو هون. نحنا دوقناكن القهر انتي وولادك،
أنا بعتذر منكم يا بنتي، وما بعرف إذا هذا الشيء له قيمة، بس أنا عن جد بعتذر عن كل شيء عملناه فيكم وخليناكم تشوفوه عنا. على قد ما كنت منيحة معنا نحن قابلناكي بالعكس وما قدرنا لك الجميل. أنا ما عرفت يا بنتي وما كنت فهمانة، أنت من الأول اللي كنت تقولي مراد ما بيعمل هيك، مراد ما بيمشي وبيتركنا، بس حتى أولادي ما كنت عارفة أنتم منيح مثلك. أنت كنتي واثقة بمراد وبدي أشكرك على هالشي يا فتون. شو صار بالقارب عمي؟ لما بتسألني شو صار بهالقارب معناتها عم تقلي انت قتلت ابي بذوق. اتركنا من هالذوق واسألني. انت قتلته لابي عمي. شو رح يصير يعني؟ القاضي بده يسأله قدام الكل؟ قصدي إنه بده يتحاكم قدام أمي وبلال؟ ما بعرف يا نارين، أنا كانت مهمتي إنه أقبض عليه اليوم، وبكرة شو بتقرر المحكمة ما بعرف، بس أنا متأكد إنه قصته مانا سهلة، وعلى أكيد رح يبقى محبوس لفترة طويلة. بلال كيفه؟ ما بعرف بنوب، ما رجع على البيت لهلأ. قال لعائشة طالع يتمشى. أنا خايفة كتير يا لؤي. بحس بلال عقله ما عاد عم يتحمل شي بنوب، كم مصيبة وقعت على راسه. مع أني حاولت أحميه وما خليه يتعرض لهالأمور. يا ريت لو قدر أخذ ابني ونروح من هون. برأيي ما لازم تضغطي عليه، ما منعرف قديش هلأ مجروح بسبب عمه اللي صار. الحق معك. وأنتي لازم ترتاحي. مزبوط. يسلموا لؤي. تصبحي على خير. تلاقي الخير إن شاء الله. كرمال فتون عملت العجب، بس بقصة أختك مع السيد بلال ضليت ساكت. مو بس سكتت، فوق هيك أنت ما جبت أي سيرة للمنزع عن القصة بنوب.